إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد أفندي، لاحظ إن الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده أفندي الحكاية دي، عبده قال له: قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له: قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له: انا مش فاهم لحد دلوقتي انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هديلك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له: فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي: غني جدا، عقبال املتك. قلت له: فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء، كان قصدي الفلوس اللي عملها من خلال تجارة ايه؟ الراجل اللي بسأله قال لي: ايه تفتكر؟ عبده قال له: قطعا بومبا. سيد قال له: بالظبط، هو ده اللي حصل. قال لي: بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول لحد ما عمل فلوس جامدة، وبعد كده اشتغل بالتجارة، علما باني عارف ان البومبا اللي ادهاله مش صحيح. يعني الراجل ما اشتغلش في المخدرات ولا حاجة، بالعكس كان تاجر امين ونشيط، وبسبب نشاطه وامانته عمل فلوس. كان زمان يا عبده لما حد يسأل تاجر عن تاجر تاني كان يمدح فيه، دلوقتي يديله بومبا. ليه؟ ما تفهمش ايه سر ان الناس نسيت كلمة الصدق. مش بس كده، دلوقتي مين اللي بيقول الكلمة الحلوة؟ نادر اللي بيقولها، نادر انك تسمعها. تسأل واحد عن واحد يقولك ده بيغش، او ده حرامي، او ده نصاب. المفروض ان الكلمة الحلوة لها تأثير اكبر من تأثير اي قوة. عارف الكلمة الحلوة زي ايه؟ زي نقطة المية. لو رحنا لصخرة ضخمة وضربناها بالمدافع الرشاشة، الطلقة هتخدش الصخرة لكن مش هتقدر تخرمها. لو نزلنا نقطة مية على الصخرة دي بشكل متصل لمدة كام يوم أو كام شهر، عارف إيه اللي يحصل؟ الصخرة هتتخرم. يبقى المية أقوى ولا الرصاصة؟ المية أقوى، والكلمة الحلوة أقوى. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها، ما تتقدمش. حتى أكبر مغني أو أكبر فنان إن ما لقاش تشجيع ما يقولش، ما يشتغلش، ما يشتغلش بنفس، ما يشتغلش بهمة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، احمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال.